وصل إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية إلى مجلس النواب صاحب المعالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق، حيث سيتم عقد عدد من الاجتماعات وجلسة مباحثات مع أعضاء لجنة الصداقة البحرينية السعودية المشتركة تتناول بحث المستجدات على الساحتين الخليجية والدولية ومجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. كما سيعقد وفد مجلس الشورى السعودي الزائر عدة اجتماعات مع مجلس الشورى وعدد من الجهات في مملكة البحرين. لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الزيارة معي عبر الهاتف سعادة النائب محمد الجودر. أهلا بك سيد محمد، ما هي أهم النقاط والتوافقات المشتركة التي من المقرر أن تطرح على طاولة النقاش في جلسة المباحثات بين الطرفين الشقيقين؟ يا أهلا يا سهلا مرحبا. بداية خلنا أقول لك يعني الهدف من زيارة الوفد السعودي، يعني زيارة الوفد السعودي برئاسة صاحب المعالي الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد الشيخ، تعتبر هذه الزيارة الأولى للشيخ بعد توليه منصب اللي هو رئيس البرلمان، رئيس برلمان الشورى السعودي. الزيارة هذه أكيد لها أهمية كبيرة، أكيد لها معنى كبير في ما بين الجانبين البحريني والسعودي. احنا نعلم ان هناك يعني في الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي والاقليمي في الوطن العربي كذا يعني متقلب غير ثابت. اكيد لهذه الزياره يعني لها تنسيق في المجال السياسي والمجال البرلماني والمجال التجاري والاقتصادي، اكيد لهذه الزياره لها معنى خاص، لها نوع خاص. السعوديه اليوم غير السعوديه امس، السعوديه اليوم يعني أصبحت تأخذ المبادرات الأولى، أصبحت هي مسؤولة عن الأمن القومي العربي والإسلامي، أصبحت السعودية الآن يعني مكافحة للإرهاب، أصبحت السعودية الآن لها دور يعني محوري في الوطن العربي وفي الخليج العربي. السعودية مو مثل من أمس، فلذلك أكيد لهذه الزيارة لها معنى خاص. طبعا احنا في مجلس النواب وبتوجيهات معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم ملا، أكيد راح نتناقش في مواضيع كثيرة، منها البرلمان، التنسيق البرلماني السياسي، منها التنسيق في المجال الاقتصادي والتنسيق في المجال السياسي. السعودية عفواً اليوم احنا في البرلمان البحريني ننظر إلى المملكة العربية السعودية أن تقوم بدور محوري حالياً. في هناك في لجنة صداقة ما بيننا وبين السعودية. لجنة الصداقة ما بين البحرين والسعودية تتحدث. ما هو دور لجنة الصداقة سيد محمد؟ هل هي فقط لتعزيز التعاون بين الجانبين على الصعيد التشريعي على الصعيد البرلماني، أم هناك أصعدة أخرى يمكن الحديث عنها عند الحديث عن لجنة الصداقة البحرينية السعودية؟ يعني كلام لجنة الصداقة البحرينية، هناك في علاقة وثيقة ما بين المملكة العربية السعودية. هناك طلبة يدرسون في البحرين يعني من الجانب السعودي في جامعاتنا البحرينية. يعني هناك يعني علاقات تعليمية وعلاقات ثقافية. هناك مراكز للمكفوفين مثل المركز السعودي للمكفوفين في البحرين. عندنا في المجال الطبي جامعة الملك عبد الله الطبية اللي راح تنشأ في البحرين. هناك علاقات كبيرة ما بيننا وبين السعودية. يعني أنا حقيقة لا أعرف العدد حاليا، عدد السعود الطلبة السعوديين الموجودين في البحرين في البحرين أو عدد الطلبة البحرينيين الموجودين في السعودية. حقيقة أنا لا أعرف عددا، ولكن هذه اللي نطلبه يحتاجون إلى من يرى يعني يرى شؤونهم أو يتابع شؤونهم. الرؤية الاقتصادية ما بين البحرين والسعودية، هم عندهم سنة 2030 وإحنا عندنا 2030، يعني في تكامل الرؤية الاقتصادية. حكمة القادة في دول مجلس التعاون، وأتكلم هنا حاليا بالحكمة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وخدمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، هذه تعزز أواصرتها. إحنا نرى المملكة العربية السعودية هي الأم الكبيرة، هي الأم الحنونة. شكرا جزيلا لك. الترسيل حاليا للأرض ما بين الدول. شكرا لك سعادة النائب محمد الجودر عضو مجلس النواب.